صباح يا سهلا على القناه اليوم بدنا نتحدث عن الهاتف الجديد من شركه مي اسمه جي تي نيو 3 تي هالتليفون عنده مميزات كثير حلوه عندنا سناب دراجون الحاسوب 870 عندنا شاشه كبيره عندنا 5000 ملي امبير للبطاريه بنقدر نشارجها ب 80 واط ومش بس هيك كبروا الكاميرا احسن من الجي تي 3 النيو 3 لصارت 64 ميجا بكسل بدل ما تكون ال 50 من قبل واعطيتنا عده مميزات حلوه فيها يلا خلينا نتحدث عنه لهالهاتف وشكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك خلينا نبلش الفيديو اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده قدامنا كل الغطاء بتجي بقلب العلبه عندنا شارجر 80 واط التليفون مثل ما خبركم حيكون في ثلاث الوان منه عندنا غدا كمان بيجي ببلاش بيجينا السم ريموفل تول لنقيم السم كارت تاعيتنا هون فينا نحط اثنين وعندنا شريط يو اس بي اي ليو اس بي سي لنقدر نشارج التليفون منه لهالشارجر ونحول عليه معلومات كمان عليه لما نطلع على اسم الهاتف مثل ما قلت لكم الريلمي جي تي نيو 3 تي هذا بجددوه من الثلاثه اللي شفتني من قبل اول شيء بنلاحظ الفرق بينه هذاك انه هذاك 150 واط هيدا 80 واط تشريج الشغله غيروها هون البطاريه عليه التليفون 5000 ملي امبير بدل ما تكون 4500 على النيو 3 النيو 3 3 تي 3 تي هون عندنا 5000 ب 80 واط بنشارجها من 0 لل 50% بتقريبا 12 دقيقه سناب دراجون 870 بال 5 جي كمان مو بيكون تقريبا مثل ما شفناه بالنيو 3 تي الميديا تك ال 8100 تقريبا قوتها على 800 على الميديا هون سناب دراجون 870 شو ما حيكون عندنا فرق كثير بقوه الحاسوب والكميه الامكانيات اللي نقدر نعملها الشاشه هون كمان مثل ما هنيك 120 هرتز اي 4 AMOLED ديسبلاي وعندنا كمان الفيبر تشامبر الستينلس ستيل كولينج بلس هون اللي هتخلي التليفون يكون ابرد شوي لما بنلعب العاب لمده طويله شغله بدنا نتذكرها انه الحاسوب 870 هو مثل الحاسوب 865 بلس بس الحلاوه فيه انه بيضلوا بيمشي ابرد من 888 ولا حتى 8 جن واحد من من شركه سناب دراجون بهالسنين، عشان هيك انا بعجب كثير انه هالحاسوب بعده موجود بالتليفونات بال 2022، ساعتها هو التليفون مثل ما قلت لكم، الحاسوب اللي عندنا هنا موجود هون 870 عندنا عده مميزات حلوه، الشاشه 6.67 انش 1080 بي 120 هرتز والتاتش ريسبونس تاعتها معناته لما بتقدر تحس أه تحس قد ايه سرعه اصبعنا عليها على الشاشه بتكون على تقريبا 360 يعني ثلاث مرات قوه الشاشه الموجوده عندنا هلا بتكون 1080 بي ديسبلاي مع ال 5000 ملي امبير الموجود فيها للبطاريه البطارية لنا مده طويله ومثل ما قلت لكم الحاسوب 78 رغم انه حاسوب تقريبا مثل كانه هو مثل تبع 865 من شي سنتين بدنا نتذكر انه هالحاسوب كثير قوي وبيقدر يعطينا امكانيات احسن من اللي بنشوفها هلا خاصه بامكانيات الحراره ما بيحمى مثل حراره التليفونات اللي بنشوفها مع ال 888 ولا حتى 8 جن واحد هذه شغله مهمه اللي نعرفها حتى نقدر نشوف قوته للتليفون من غير ما نضيع بطاريه بسرعه عشان هيك بس نعمله ساعتها ما بدنا نضيع البطاريه بسرعه، هلا خلينا نطلع على المميزات تاعتهم مثل ما قلت لكم الحاسوب 870 عندنا الموديل تبعه هو الريل يو اي 3 على اندرويد 12 عنده 8 جيجا بايت للرام فينا نزيد عليهم كمان رام من قلبه للستورج من الذاكره والذاكره علينا هون 256 جيجا بايت آه اجاني تجديد واحد انا من لما اجاني التليفون وصرت عم بستعمله تقريبا شي جمعتين ونص للتجميع سو so مبسوط فيه كثير للتليفون عندنا كمان كل المميزات نقدر نعمل الكونفجريشن تحت البرسوناليزيشن بنغير الوال بيبر بنعمل الاولويز اون مثل العادي البورتريت سلوات فينا كمان نغير الايكون فينا نظبط الالوان تاعت السيستم عبر الوال بيبر اللي نستعمله بسبب اندرويد 12 كثير مهم نعرف كل هالمميزات الحلوه وتحت الديسبلاي كمان فينا نظبط الشاشه حتى انا نعليها لل 120 تحت الهاي ريفرش ريت نقدر نكبسها هناك في عندنا كمان امكانيه نظبط الايمج و والفيديو كولر انهانسر اذا بدنا نطلع على الفيديو موشن انهانسمنت لازم نتذكر إن هذا بيدفع هدول الاثنيناتهم سو بدنا نتذكرها عنا الدارك مود مثل ما شفناها من قبل الجوجل فيد موجود على الشمال لتحت نقدر نسحب من المحلات التطبيقات على اليمين بنشوفهم ومثل شفنا النوتيفيكيشن بانل عندنا كمان الجي تي مود اللي بتقدر خلينا نسرع التليفون شوي حتى يعطينا كل قوته مظبوط آه خلينا نتحدث شوي هلا عن الاوتو الحاسوب هذا نتحدث عن الجيك بنش عملت عليه انا الفحص عليه واستعملت الجي تي مود لما بنسحبها من هون حطها لفوق هذه عاده بيستعملوها بس للالعاب ولا اذا بدكم تعملوا شيء لتستعملوا كل اوتو للتليفون سو عشان هيك دورتها وعملت عليه الجيك بنش 996 تقريبا 1000 2747 على المالتي كور ولما زلنا على الكمبيوت اجينا 3599 كثير منيح وكثير قوي هلا بامريكا انا عم بستعمله على تي موبل الشركه التي موبل موجودة عندنا عم يجيني 4 g LTE هلا ما عم يجيني 5 g بس الصراحه السرعه اللي عم تجيني تحت ال 4 جي ال تي اي كثير منيحه وما عندي اي اشكال 115 للتنزيل وتقريبا 53 للتطليع مثل ما شفتوا هون 48 و47 فاصلة 74 هيدي بسبب بيكون المطرح ما كنت موجود بوقتها بس ثلاث ارباع الوقت لما عم نازل معلومات مشيت كثير منيح ما عندي اشكال وما حيعطينا 5G لانه هذا ما معمول لدول الامريكيه بس بالبلد اللي انتم عم تستعملوه معقول يمشي لعندكم كثير منيح كمان هلا خلينا نتحدث عن الكاميرات الموجودين هون مثل ما خبرتكم اول شيء الكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل حتكون الالترا وايد هذه اللي بتعطينا الالترا وايد لعينا وعن الكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل ماكرو الفرق بين هذا والموديل الثلاثة النيو ثلاثة اللي من قبل هداك 50 ميجا بكسل اعلى شيء بس نفس الشيء 8 الترا وايد و2 ماكرو بالقدام عندنا نفس الكاميرا 16 ميجا بكسل موجوده هون بتعطينا 1080 بي الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا بتعطينا 4K 60 فريمز بير سكند كثير حلوه عندنا ستريت مود نايت فوتوغرافي فيديو فوتو مثل ما خبرنا البورتريت فينا كمان ناخذ صور بالكاميرا الكاميرا الاساسيه بكل قوتها فينا نعمل عده الامكانيات الموجودة هنا يلا خليني اعطيكم مصدر هلا عن الفيديو صوت والصوره من الكاميرا الاساسيه الموجودة ورا والكاميرا الادمانيه على الريلمي نيو 3 تي حنبلش بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام عندنا 16 ميجا بكسل هون 1080 بي بكون احسن شيء نقدر نعمل الفيديو هون بس الحلاوه فيها انه الكاميرا الموجوده ورا بتعطينا 4K 60 فريمز بير سكند احسن بكثير خلينا نقول لهونيك ونشوف قوته لهالتليفون من هونيك قلبنا على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا مثل ما قلت لكم 4K 60 فريمز بير سكند بكون احسن شيء هون نقدر نشوف قدره لهالتليفون قد بنقدر نعمل عليها الكاميرا الاساسيه حتكون احسن كاميرا موجوده عليها لهالتليفون ولازم تركزوا عليها ان شاء الله يعجبكم هالفيديو متل ما شفتوا الصوت والصورة شكلهم كتير منيح لما بنعمل فيديوهات خلينا نتحدث هلا عن السماعات الستيريو الموجودين. السماعة التحتانية بتنوصل للسماعة الفوقانية لتعطينا ستيريو سبيكر، هنلعب غنيتنا اللي احنا معجبين فيها طول <applause> الوقت <applause> <applause> اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس. الصوت كثير منيح بنقدر من نوصل لمده مد... مد... كميه قويه وما بيصير عندنا ما في شيء اسمه ديستورشن ما بيخلص ما بيتخربط الصوت لما نوصل على الفوليوم العالي شغله مهمه كمان لازم نعرفها مثل ما قلت لكم الستيريو سبيكر موجودين هون تحت لفوق عندنا الباور بوتن على اليمين الفوليوم راكر على الشمال لفوق ما عندنا شيء ولتحت عندنا سماعه السبيكر مثل ما خبرتكم السيم تري ميكروفون واليو اس بي سي لنقدر نوصل المعلومات ونشرجها التليفون البطاريه بتتشرج تقريبا 50% بصرف 12 دقيقه كثير كثير سريعه 80 وات رغم انه منها 150 بتضلها سريعه كثير واسرع بكثير من اي تليفون سامسونج موجود بالسوق الله ما عم بدمر عليهم بس صراحه سرعه تليفونات ريلمي شيء خرافي هلا اخيرا بدنا نتحدث كمان عن الامكانيات تبعت الالعاب عن تطلع الجيمز نزلت عده تطبيقات هون الببجي موبايل الديت تريجر 2 وعندنا الريل ريسنج 3 نقدر نلعب الالعاب لاحسن امكانياتهم انا معجب كثير بلعبه الببجي موبايل لانه قدرنا نعمل 60 فريمز بير سكند عليها يعني بسهولة شكل رهيب مشيت كتير كتير منيحة أول شيء بقول لكم السيستم تبع الألعاب موجودة بعد جديد، عندنا كمان قد كمية البطارية اللي بعدي عندنا قد الحرارة تاعت البطارية، وعنا كمان إمكانية تدوير البرفورمانس مورد هذا بس هون لنقدر ندور على البرفورمانس جي تي، هذا بتستعمل شوية بطارية أكثر بس بتستعمل كل أوتو للتليفون. كمان فينا نعمل جيم بلوك فوكس مود فينا ندور سكرين ريكوردينج اذا بدنا نسجل الفيديو تاعتنا سيستم ستاتس بتقدر تعطينا قوه الفريم ريت حتى نشوف قد ايه عم نلعب الجي بي يو وقوته للسي بي يو كثير حلوه والله حفرجيكم كمان مصدر عليه للالعاب وبسبب الفيبر تشامبر اللي حاطينه هون بالستينلس ستيل الايدى بتخلينا نقدر نخلي التليفون يضل حرارته محتمله ونقدر نستعمله لما بايدنا هلا انا معجب كتير انه اعطونا غطا بضلني استعمله للتليفون بقلب الغطا وما عندي اي اشكال خلينا نتحدث هلا عن قوه الكاميرات مثل ما عم نشوفه بالصور الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا حتكون احسن شيء تقدروا تعيشوا فيها يعني معناته اذا بدكم تسجلوا فيديو بدكم تاخذوا صور نصيحتي لكم تستعملوا الكاميرا الاساسيه ال64 ميجا بكسل حتعطيكم احسن فيديو احسن صوره والامكانيات اللي بتقدر تشوفوها عليه للتليفون احسن امكانيات حتكون موجوده عليها الكاميرا هلا الحاسوب بيقدر يعطينا 8 كي بس هالتليفون ما عنده بس انا ما عندي اشكال هون سرعه التشغيل سرعه الشاشه سرعه سرعه الستورج الموجوده الذاكره عليه للتليفون وعندنا كمان 8 كبايت للرام وفينا نزيد عليها كتير كثير منيحه النظام الموجود على هذا التليفون حلو كثير في ثلاث الوان موجودين مثل ما خبرتكم اول شيء انه النيو 3 عليه معمول مثل تبع السباق السيارات اعطونا الشرايط الموجودين على الارض هيدا استعملوا العالم تبع اللي بنقدر يوقف يعطوهم الفينش لاين تاعيتهم للريسنج عشان هيك شكله هيك وعليه تشكر موجود عليه لورا وحلو كثير لما بنحطه بالشمس مثل ما بفرجيكم هلا ببين عليه الالوان حلوه كثير وعنده ممكن... عنده مميزه حلوه هيدي ما بنشوفها كثير بتليفونات ثانيه وهيدي شغله معجب فيها كثير انا من شركه ريامي من اول ما شفتهم لهلا كل تليفوناتهم حلوين مميزات حلوه نزلوا ناروتو اديشن تليفون نزلوا الدراجون بول اديشن فون عملوا عده امكانيات حتى جي تي 2 برو اللي نزلوه باول السنه او مش باول السنه ب ام دبليو سي شكله كثير كثير حلو ومعمول مثل كانه ورق سو الشغله انا معجب فيها كثير وشكرا جزيلا للشركه الريلمي انه اعطوني اعطوني آه، تليفون اقدر اقضي فيه شويه لا تعطيكم خبرتي معه بعد استعماله عشان هيك انا معجب فيه واذا انتم عم بتكرروا تجيبوه ما حتحتاجوا شيء سكرين بروتكتور موجود عليه شجر بقلب العلبه 80 واط بشرج بشكل رهيب عندكم شريط عندكم غطا آه، التليفون حيكون كثير منيح وعنده امكانيات كثير كثير منيحه يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عم اشتراك بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد مع السلامه